انا عن نفسي I trust you so much وان شاء الله هترجعني مصر. انت مش واخد بالك ان انا ميس ايجيبت ولا ايه؟ اه طبعا اكيد عارف حضرتك، بس هو الاسم بس تايه مني. جازمين احفظه بقى. ايوه صح صح. طب انت عارف يا كابتن، انت قبل ما تيجي هنا الدنيا كانت سودة في عننا خالص. ايوه. لكن دلوقتي الدنيا اتملت كهارب. عقارب عقارب. اطمنوا يا جماعه، انا هعمل اقصى ما عندي ان شاء الله يعني عشان اكون عند حسن ظنكم. ده حقيقي يا كابتن ماجد، انت واضح جدا ان انت من الرجاله اللي يعتمد عليها. This is true. مش اكياس المخدات اللي وقعنا فيها يا اختي. نامي من غير مخده واكسبي فيا ثواب. الحقيقه متشكرين يا كابتن ماجد على الميه اللي شربناها والفيش والسمك اللي كلناه، بس مش عارف يعني هترجعنا بلدنا ازاي، خصوصا ان القارب الوحيد اللي كان معانا غرق. ده حرام ده حرام ده حرام. ايه يا شرم؟ شوف دي. طب ما هو انت هترجعني ليه؟ لا مؤاخذه. طب ما هو احنا ممكن نستخدم المسدس اللي مع بلسم باشا دي ونضرب بيه على اي طياره معديه. بروق عليك يا والي، جبت التايه حتى الطياره تقع وناخد منها الاكل والشرب. يا سلام لو لنا كازوزي. لا 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 ما تاخدش بالك منهم، دول كرتون مش حقيقي، وبعدين دي اعلانات كده فواصل يعني. ايوه ايوه. مسدس ايه يا استاذ بلسم اللي بيتكلموا عليه ده؟ مسدس 9 مللي، مسدسي العهده. ايوه طلعت بيه الطياره ازاي؟ مش فاهم ايه المشكله يعني، هو انا طالع بصفيحه ملوحه على الطياره؟ بعدين لسه قايلين لك اهو انا ظابط. حتى لو ظابط ممنوع تطلع بيها الطياره. سوري كابتن ماجد، معلش مع احترامي، هو مش ظابط يا ظابط، لا ده مقدم. حتى لو برضه ممنوع تطلع بيها الطياره. مش فاهم يعني المعلومه دي اكيد ولا انت قريتها على النت؟ نت ايه؟ ده قانون. ايوه طبعا ما انا عارف انه قانون، وعلى فكره يا جماعه القانون بيمشي على الكل. بصراحه يا جماعه انا كنت طالع في مهمه سريه، حتى لو تلاحظوا ان انا يعني مربي دقني زي سمير الاسكندراني ومتخفي علشان اقدر انغمس في عالم الاجرام، يعني اكيد مش هطلع بصفتي ظابط. وايه هي المهمه السريه اللي كنت طالع فيها يا كابتن بلسم؟ استاذ ايمن بقول مهمه سريه، يعني لو قلت لكم هحرق المفاجاه. سيبكم يا جماعه من المهمه ومن المسدس دلوقتي وخلونا مع الكابتن ماجد، وخلونا نعرف يا ترى كابتن ماجد هيخرجنا من الجزيره دي ازاي. ماشي بس هنتكلم. اه طبعا اي وقت تيجي المكتب نشرب القهوه مع بعض وندردش. اوكي يا جماعه، يؤسفني اقول لكم ان احنا هنفضل على الجزيره هنا لحد ما اي طياره تعدي علينا بالصدفه او ايه او لا اوعى تختفي وحياة ابوك ما صدقنا لقيناك، او نلاقي جهاز الارسال. جهاز ارسال ايه؟ ما هو يعتاد اي طياره بيبقى فيها جهاز ارسال، وجهاز قوي جدا بيبعت اشارات على مسافات بعيده جدا. والجهاز ده بيبقى فين يا كابتن ماجد؟ الجهاز ده بيبقى موجود في غرفه المحولات. حلو، باذن الله هنلاقي الجهاز. نلاقي ايه؟ بيقول لك في غرفه المحولات، يعني زمانه دلوقتي في اعماق البحار، وتلاقي قرش خده ولا حاجه عمله طفايه ولا قوقعه. هو انت مالك يا باسم باشا مسود كده؟ هو لا ده مش شمس، بس انا قصدي مسود من جوه، يعني من ساعه ما الكابتن ماجد ما ظهر. وايه يعني لما ندور على الجهاز؟ احنا ورانا حاجه؟ ما تشغليش بالك بيه، انا بكره الصبح ان شاء الله هختص وهجيب الجهاز. كان جاء قوقعه ولا طفايه، حتى لو كان في بطن الحوت برضه هجيبه. بس هيبقى عندنا مشكله، الجهاز ده جهاز ارسال، لازم يكون عندنا جهاز تاني، جهاز استقبال عشان نستقبل عليه الموجات. انا كالعاده عندي فكره تحل المشكله دي. عربي قول لي الفكره وخليك تضرب طلقتين بالمسدس. لا انت كل مره بتضحك عليا. طب خلي المسدس معاك. وايش ضمني افرض طلع مسدس ميه؟ قول فكرتك يا ملك الكيمياء، هي دي الحاجه الوحيده اللي فالح فيها. لا الفيزياء لو سمحتي.